خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده مع محمد السبعي. الحلقه ديال اليوم اللي غادي نتكلموا فيها او غادي نعلقوا عليها على الخطاب او اللقاء الصحفي ديال العاده ونوقف ديال كذبون اللي تكلم فيها. هذه المره دائما هو كيجبد المغرب، دائما يجبد المغرب، دائما يعلق على المغرب، دائما يتهم المغرب، ودائما نحن له كذلك بالمرصاد لنرد عليه بالحجه والدليل. تبين حقا ان هذا السيد، هذا الشخص امي في السياسه، امي في التاريخ. تصوروا معي رئيس دولة بدون تاريخ، دولة تأسست بعد 1962، كيجي وكيقول يعني بعض الأمور، يزور ويدخل ويخرج في التاريخ كيف ما بغى، وما غير ضابط لتاريخ ديال الصحراء التي يقول عنها يدافع عنها. اليوم غادي نردوا عليه مزيان، وغادي نتكلموا على الاتهامات كذلك، سواء الاتهامات اللي جاب لنا كذبون ضد المغرب فيما يتعلق بتنظيم النسخة ديال البحر الأبيض المتوسط، وكذلك الاتهام اللي رد عليه عمر هلال البارح ردا شافيا قاسيا على بنو كرغل. رجاء راه عندنا القناة ديالنا الاحتياطية، راه كاينة في صندوق الوصف. بغيناكم يعني الإخوة والأصدقاء ديالنا اللي متابعينا دخلوا لها جميع وتأبونوا فيها، لأنه راه كيوصلوا لنا شي أمور ماشي شتا اللي حول القناة ديالنا. كذبون وشنقريحة أكدوها رسميا في لقاءاتهم أنهم سيتصدون للحرب الإعلامية التي يعتبرونها حرب إعلامية، وتكلموا غير ما مر على اليوتيوبرز المغاربة. لهذا احتياطنا الإخوان ديالنا، دخلوا القناة الاحتياطية ديالنا وديروا أبوني وديروا جيم. الا مشات لنا هذه القناه كنطلق يعني كاين فين غادي نتلاقاو مره اخرى. تبعوا معنا الحلقه من الاول حتى الاخر. مشينا مع محمد السباحي. مؤخرا يعني خرجوا وسائل الاعلام الجزائريه وكذلك بعض المسؤولين ديال الجزائر ليقولون ان المغرب قد عرقل اجتماع ديال لجنه القدس حول ادانه يعني الاعتداءات الاسرائيليه وكذلك تضامنا مع الفلسطينيين. هو في الحقيقه راه القصه رويناها لكم وعرفتوها وشفتوها في حلقات سابقه. البيان راه خرجته المجموعه العربيه اللي اجتمعت في الاردن واشادت بالدور ديال محمد السادس في نصره فلسطين من خلال لجنه القدس، وكذلك اشادت بالعائل الاردني وما تعاود غير الصلاه على النبي. هنا كيجي كيقول لك حنا يعني كجزائريين دعينا الى اجتماع لجنه القدس، والمغرب هو الذي عرقل هذا الاجتماع. سال لهم عمر هلال مزيان وحطهم كما كنقولوا فوق المقله يتقلاو وفوق شويه شواب، بعد ما ذكرهم بعض الدروس التاريخيه، بعد ما ذكرهم بمساهمه المغرب في دعم بيت مال القدس الذي يتجاوز 86% يعني من الفلوس اللي كتحط في هذا الصندوق مصدرها مغربي، في حين ان الجزائر لم تساهم بولو سنت واحد منذ 2011. بعد ما عطاهم واحد المقدمه ما شاء الله كبيره زوينه، عطاهم الكاو في الاخر وقال لهم زيدون الجزائر ليست عضوا في لجنه القدس ولا يحق لها ان تدعو الى اجتماع. من يحق لهم الدعوه الى اجتماع حسب القانون الداخلي للجنة القدس هو الرئيس ديال اللجنة أو أغلبية 16 دولة عضو، يعني كاين 16 دولة عضو. إلى اتفقوا تسعود أنه يدار هذا الاجتماع يدار، ما غتجيش واحد الدولة خارج اللجنة اللي هي في الجزائر وتقول لهذه اللجنة عقد الاجتماع. إذن من جبتوا هاد يعني هاد القوانين، من جبتوها، من جبتوا هاد الادبيات التنظيميه، من جبتوها؟ يعني هو لم يعرقل، قال لو ما عندكمش الحق اصلا تكلموا في لجنه القدس وفي عقد اجتماعاتها، لانكم ببساطه لستم اعضاء في هذه اللجنه. نمشيو الخرجات ديال كذبون تكلم على اسبانيا باعتبارها هو قال بان اسبانيا هي يعني هي المحتل، دابا باقي محتل للصحراء المغربيه، يعني يعني هو خرج على المغرب ما تكلمش على المغرب، يعني المغرب هو اعتبره لا دخل له في هذا النقاش، واليوم بغى يدخل اسبانيا. فهم تسطى هذا الكورغولي، هذا كذبون كيخرج بهذا التصريح، هذا التصريح الغبي اللي غادي نسمعوه لكم صوتا وصوره من اللقاء اللي دار
قبل سويعات مع وسائل الاعلام او وسائل الصحافه الجزائريه. اسمعوا مزيان اشنو قال، غادي نسمعوه يعني بواحد الطريقه مشينه جدا. اسبانيا غير مقبول اخلاقيا وتاريخيا. القرار ماهوش باش يقبل الحل هذا ولا مش الحل هذا. لما تقول يعني من احسن الحلول هي الحكومه الذاتيه ولا اسبانيا، ما خصهاش تنسى بلا الى يومنا هذا مسؤوليه تاعها ما زالتش من الصحراء الغربيه. في قانون دولي ما دام ما كانش حل للصحراء الغربيه مهما كان الحل، يعتبرها القانون الدولي هي الدوله المتصرفه حاليا، سي لا بيسونس ادمينسترانت للصحراء الاوكسيدنتال. هذه نساوها. اذا سمعتوا الحماق ديال هذا الحماق، الهبال ديال هذا الكذبون. قال لك سيدي بانه مازال ملي ما كاينش حل ف يعني الإسبانيا هي المتصرف في الصحراء، يعني هي المستعمر ديال الصحراء. يقوله شخص واحد في العالم، احمق هو كذبون. هذا الكلام ما كيقوله واحد الا كذبون. ونسى هذا الهبيل اللي كنقول لكم ما عرفش التاريخ بان اسبانيا راسلت الامم المتحده في 1976 وقالت لهم اخلي مسؤوليتي على ذاك الاقليم لا علاقه لي به. وكيجي كذبون يقول لها لا بزز منها، بيقول لها لا انت راهي المتصرفه في هذا الاقليم. اسيدي راه الصحراء مغربيه، الناس راه صافي تجوز هذا الكلام توجو يعني صافي فتناها هذه الحويجات كلها فتناها. باقي هاد الدين ديالك واللي معشش هاد التخربيق. مزيان نشوفو تكلم على 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 الغاز الاسباني وطمأن الاسباني بانه غادي يبقى يعطيهم الغاز. نسمعوا مزيان. وباش نطمن الاصدقاء الاسبان، الشعب الاسباني، الجزائر عمرها ولا تتخلى على التزامها بتموين اسبانيا بالغاز. عندك الزهر او غادي يكون عندك الزهر الى اسبانيا اصلا رضات باقي تتعامل معك في الغاز مستقبلا. غادي يكون عندك الزهر لان اسبانيا اليوم راه بدات كتقلب على اسواق اخرى واصبح الغاز الامريكي هو الرقم واحد في اسبانيا بعد ما كان العام اللي فات هو الرقم يعني المورد الاول هو الجزائر. يعني غادي يكون عندك الزهر. عرفتي علاش غادي يكون عندك الزهر؟ لان ماشي من حقك ما تقدرش تقطع على شي دوله الغاز، شي دوله اوروبيه ولا شي دوله كتستورد ما تقدرش لسبب بسيط لانك لا بديل لك عنه. الا قطعتي الغاز على اوروبا فالشعب ديالك اصلا ما لقاش ما ياكل وغادي يزيد يعني غتقتلو بالجوع، غادي يموت بالجوع. ديك الشكاره حليب، داك الشوي، ديك الغبيره ديال الحليب اللي كتفرق في الدوله كتفرق عليهم بالطوابير راه ما غتبقاش نهائيا. هذه في حاله ما اذا قطعتي عليهم الغاز. نزيدكم واحد القضيه، اليوم كذبون اعترض على قرار الاسبانيا ويعني استدعى السفير ديالو او طرد السفير ديال اسبانيا. المهم يعني قطع العلاقات مع اسبانيا الى حين كذا. مزيان يعني ما عجبكش الحال ملي دارت اسبانيا هاد الحويجات، ما عجبكش الحال انت وكذا. اشنو دارت اسبانيا بالضبط؟ اشنو دارت اسبانيا؟ اعترفت بمغربيه الصحراء. ماذا يذكركم هذا بالاعتراف الامريكي بمغربيه الصحراء؟ يعني الموقف ديال الدوله الجزائريه يختلف من دوله الى دوله. فاش اعترفت اسبانيا نقطع معها العلاقات ونستدعي السفير والسفير وكذا، ولكن ملي قطعت ملي اعترفت الولايات المتحده الامريكيه بمغربيه الصحراء اشنو قلتي عليها السي كذبون؟ المتحده بالنسبه لنا دوله صديقه. امريكا دوله صديقه، اذا راه ما كتقدرش وما تقدرش عليها. واش عندك الدوله ديالك ووزير الخارجيه بلينكن جا عندك الدوله ديالك وقال بان الحكم الذاتي هو الحل الوحيد، وقبله جاء المتحدث باسم الخارجيه الامريكيه في عهد دونالد ترامب وقال حتى كذلك في الاعلام ديالكم ونقلها التلفزيون الجزائر ديالكم وما عندك الا تسكت وتصمت. اتهام جديد اليوم كذبون اتهم به المغرب، ولو انه لم ينتقل المغرب، ولكن كاين واحد الاشاره في الاخير تقول لنا بانها المغرب. ما هو هذا الاتهام؟ على ان هناك دوله كانت ستنتزع تنظيم فعاليات البحر الابيض المتوسط اللي غادي يكون في جوان
او جويي الجاي في الجزائر كان غادي تنتزع من الجزائر وغادي يجي لها الدوله. نسمعوا مزيان التصريح ديال كدبون اللي كان في اللقاء ديال البارح. كانوا معولين يعطوها البلد اخر، يعني ظلما وعدوانا. اولا ثانيا الدوله ما اهتمتش بالجانب هذا، الدوله ما اهتمتش بالجانب هذا، بدينا نهتموا به هذه سنه ونص، باش خذينا تدابير بالنسبه للملعب، بالنسبه للملاعب، بالنسبه لهذه، بالنسبه اليوم اليوم راهم هما بروحهم. اللجنه الدوليه عبرت عن رضاها التام بالنسبه للجزائر، ربما تكون من احسن الالعاب لان الشيء اللي شفناه والتزام صح. يعني الشيء اللي كان باش يندار هذه في 3 سنين راه ندار في 6 شهور ولا. هذا هو المصيبه. احنا عندنا من المفروض كانوا بداوا يشتغلوا من البدايه وكانوا يمشوا بسرعه عاديه. كانوا معولين ما نقولش البلد اللي كانوا معولين يعطوه لا راك فاكرك فاهم. كانوا معولين ما نقولش البلد اللي كانوا معولين يعطوه لا راك فاكرك فاهم. البلد اللي كانوا معولين يعطوه لا راك فاكرك فاهم. راك فاهم راك فاهم راك فاهم. دابا كذبون عنده واحد المشكله، عرفتي شنو هي المشكله ديالو؟ هو انه كيبيغي بين الانتصارات، يعني واخا عبر الوهم، يعني واخا يقول الوهم، خاصو يبين الجزائريين هاد البحر الابيض الالعاب هاد الفعاليات اللي غتنظم خاصو يجبد منها بزاف ديال البطولات. من هاد البطولات هو انه يبين للناس ديالهم راه كانت واحد المؤامره علينا وكانوا غادي يحيدوا لنا فعاليه البحر الابيض المتوسط، ولكن جينا حنا وكذا وفعلنا وتركنا. يعني بوحدو يخترع سيناريوهات ويخترع البطولات وكذا، وفعلا وما خليناهمش يدوه وجبناه للبلاد ديالنا وثبتناه في البلد ديالنا وبذلك هزمنا لهذوك اللي راكم عارفين شكون. ما يقدرش يقول المغرب، لان المغرب غادي يخرج ببيان اخر ويعني واللجنه ديال البحر الابيض المتوسط عارفه. يعني هو خصو غير يخلق، خصو غير يخلق البطوله، خصو يخلق بطولات من هواء هكذاك. انا غادي نختم معكم بواحد الضربه قاضيه لهاد كذبون. راك وزيدك زيدك انك راك جاوبتي راسك في نفس التصريح، قلتي كانوا باغي ياخذوه لينا وحتى حنا راه كنا ما واجدينش. الا كانوا غادي ياخذوه منك راه فعلا لانك راك ما كنتيش واجد. ربما جات اللجنه وشافت هذوك الحوجات، ماشيش هي هذيك اللجنه ديال البحر الابيض المتوسط، جاو وشافوا بان راك جاوبتي راسك، راك جاوبتي على راسك، قلتي كانوا غادي يحيدوا لنا هذه البطوله تنظم في الجزائر، ومن بعد جيتي وجاوبتي راسك براسك. شوفوا معايا هذا الفيديو من يعني حي راقي في وهران، ديال في وهران يعني الدوله اللي غتنظم البحر الالعاب ديال البحر الابيض المتوسط. هذا الفيديو حصري، هذا الفيديو ماهوش من ديشارج بيبليك، انما من قلب العقيد لطفي. العقيد لطفي راه يتغرق في القمامه والزبل والوسخ. عندنا 100 متر على الميريديان. شو العقيد لطفي؟ شو العقيد لطفي؟ شوف وهران الجديده حبيبي شوف. اذا هنيئا لكم بالجزائر الجديده، هنيئا لكم بالقوه الضاربه، راك شفتوا كل شيء على عينيكم. المره الجايه سي كدبون حاول تخترع اكاذيب جديده من اجل الضرب في المغرب، لانك لن تستطيع الضرب فيه، لان هناك اله يحميه. الحمد لله غادي بالنيه ديالنا، وكن اكيد بان الصحراء مغربيه وستبقى دوما مغربيه. خوتنا دعبونا بابوني اشتراك تفعيل الجرس الى ان نلتقي في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.